انا شان احسن حد مستعوذ. ما تخافيش يا حبيبتي. ايه ده؟ انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف، اكيد انت الست حنتومه، صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطره. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامه. ابقي طمنينا عليكي. مع الف سلامه يا اختي. هي مين الست دي يا خاله؟ حنطوش منطوش طربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا اسي الباشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحده منبوشه كده رجاله. واخد بالك يا علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبه الدجل والشعوذه بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها، عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه في الطريق بخدته. امسكي يا ست نطره. والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما تصحي والمرة التانية بالليل قبل ما تنامي. وإيه الكيس ده كمان؟ دي رملة مبروكة تفركي بيها كعب رجلك. هي كده عاملة زي الحجر يا ست مطر. حاجة زي كده يا أختي. يا أختي أنا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني، ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافة، فلة من جوه ومن بره. الحكايه يا اختي ملهاش دعوه بالنظافه. امال ايه؟ كل ده من كيس الرمله دي؟ الكعب ده هو بربط الفرس، والرمله دي مبروكه. اول ما تفركي بيها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14 والدم بيبج منه زي النافوره. ماشي، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقيه الناس. الله حي. حنطوش منطوش طربوش ده انا بدور عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي، تعالي اقعدي. مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين؟ وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصه. لا هو انا بقول لك ده وكحه، بقول لك رقاصه. ما اعرفش يا اختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلت لك هجيب لك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه، وتعرفه من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف، لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجه، ولا ابو سنه ده ينيل عشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وقريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر قوي يا معلم. يعني ايه يا معلم هلله؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟
خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو آخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وإن كان على حصتي فأنا أخدت حصتي من المصدر وأكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. إيه إيه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بجاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس من اللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه التجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكة تانية لمصدر تاني غيرك. هلا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح، ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير! ظفر مننا برضو يا خال. قبل ما اخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبة غلط. كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 لا، الحسبة بقتش كده. اللعبة قلبت جد. والغلطة بقت دفورة. بس انا مش مطمن يا خميس. عمروتي خد بالك، بصالي اللعبه دي عشان عارف ان انا في ظهري رجاله ورايا عزوه وسند. بس النوح مش هيسكت. احنا كده بناخد اللقمه من بقه، وده كلب وقفش في عظمه مش هيسيبها بالساهل. ها وانت لسه قايل الغلطه الوقت بفوره. علشان كده يا خال لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح، نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس. انت عامل ايه في الجواز يا خيال؟ الله، ايه دخل عيشه في المرخيه؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخيال، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا؟ مش ولا خالك اسد ولا معلوم اسد، عشان كده متجوز ال ايه الجوازه اللي هي. ايه يا فندينا، رسيني انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها المصارين النوح. قول لي انك فهمتني. اروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 وراك، مطرح ما تروح وراك. وابتدى ابتدى ابتدى المشوار. حسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك.